الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أصحاب السعادة أصحاب السماحة أصحاب الفضيلة أيها الحضور الكريم والجمع المبارك أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بداية أود أن أعبر عن شكري وتقديري لمنظم هذا المؤتمر العالمي المبارك على دعوته الكريمة لنا من سنغافورة وأخص شكري وامتناني لفضيلة العلامة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية على قبوله لطلب المشاركة عن بعد لأنه للأسف الشديد لم أقدر على السفر لسبب ظروف جائحة الكوفيد-19 التي نحن بصدد مواجهتها ومع ذلك وبفضل التكنولوجيات الرقمية بالذات يمكننا الآن أن نشارك في المؤتمرات واللقاءات افتراضياً وأن نعزز من خلالها أواصرنا الطيبة وعلاقاتنا الوطيدة فالتحاور والتعاون والتكاتف بيننا لا بد أن تستمر في كل وقت ولا تتوقف بسبب هذه الجائحة وذلك استناداً بقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهذه الجائحة وإن كانت قد تملأ الدنيا ظلاماً وتعرقل من مسيرة كافة الحياة الإنسانية في كثير من النواحي لكنها في نواح أخرى تحمل قبسات نور تضيء الآفاق والآمال وتأتي بالفرص في شكل أنماط الحياة الجديدة وكما يقال رب محنة منحة ورب عسر يأتي بيسرين ولقد شاهدنا في بلدنا على وجه الخصوص ومنذ بداية هذا الوباء كيف أن المسلمين حاولوا التأقلم مع هذا القدر الإلهي ورغم الإجراءات الاحترازية التي تم تعريفها في كافة المؤسسات والمرافق الاجتماعية والدينية فإنها تسعى جاهدة وتظل نشيطة في خدمة المجتمع المسلم وغير المسلم ولقد تم إجراء كثير من هذه الأنشطة الدينية باستخدام التكنولوجيات الرقمية فمن الأنماط الجديدة التي تم تنفيذها في المجال الديني هي مثل عملية التسجيل الإلكتروني لحضور الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وعقد حلقات الدروس والمحاضرات الدينية في منصات إلكترونية ودفع الزكاة إلكترونياً وعلى الصعيد الدولي لاحظنا نفس الخطوات قد تم تنفيذها واتخاذها من قبل المؤسسات الدينية العالمية فأبناء الأزهر في سنغافورة يمكنهم الآن متابعة المحاضرات الدينية يلقيها كبار علماء الأزهر وأساتذتها والتي يقام بثها على الهواء مباشرة من رحاب جامع الأزهر الشريف على قنوات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والإنستغرام والتويتر على سبيل المثال فما زلنا في آن يصعب فيه السفر واللقاء الجسدي مرتبطين بمنبع العلم والحكم بفضل التكنولوجيات الرقمية وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي الأزهر الشريف وعلماء الأمة بما يزدون لهذه الأمة من معروف مستمر ولكن المبادرات هذه إن هي إلا قبس وبداية لإمكانيات جديدة هائلة في العصر الرقمي فلهذا الحوار حول صناعة الفتوى ودور مؤسساتها في العصر الرقمي له أهمية بالغة وحرجة
ولنبدأ بطرح السؤال الرئيسي قبل الخوض في التفاصيل. ماذا تعني صناعة الفتوى في العصر الرقمي؟ أو بعبارة أخرى، كيف تتأثر صناعة الفتوى ومؤسساتها تأثراً إيجابياً بالتكنولوجيات والتحولات الرقمية؟ ولا نعني بهذا التأثر أن تكون الفتاوى متوفرة على الإنترنت فحسب، ولعلكم تتفقون معي أن التأثر الإيجابي الذي نطمحه هو أوسع من ذلك. وبدأت التكنولوجيات الرقمية تؤثر على كثير من جوانب حياتنا الآن بشكل متزايد، ففي المجالات الصناعية والاقتصادية والتعليمية استخدمت هذه التكنولوجيات لتعزيز الكفاءات والمهارات والإنتاجية، حيث يمكن للمتخصصين التركيز على الجانب الإبداعي لوظائفهم. لأن العصر الرقمي له ميزتان: الإبداع والابتكار، ويتم العمل فيه بطرق جديدة ومبتكرة. وكما وصف جورج ويسترمان أحد الباحثين في العصر الرقمي: التحول الرقمي هو مشكلة تحول أقل من كونها مشكلة رقمية، فإنها مبدئياً مشكلة قيادية للتصور والتغيير الدافع. وفي هذا الإطار أتذكر ملاحظة مهمة ورائعة من أحد رواد علم الاجتماع، وهو ابن خلدون، يقول في المقدمة: وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله، وتحول العالم بأسره، وكأنه خلق جديد، ونشأة مستأنفة، وعالم محدث. فمن البداهة أن تكون هناك مخاوف ومخاطر من قبل رجال الدين عن الآثار السلبية على الفتاوى وأحكام الشريعة بسبب التكنولوجيات الرقمية. لكنني أود أن أؤكد هنا بأن الحديث في التكنولوجيات الرقمية كالحديث في الدين، فكما أن الدين ينبغي أن يستوحى فهمه بالأصول الصحيحة والنصوص المستنيرة ومقاصد الشريعة، فكذلك التكنولوجيات الرقمية لابد أن يسترشد استخدامه بقائمة من الأخلاقيات، أو ما يسمى بأثيكس باللغة الإنجليزية، لأن لها آثاراً هامة في أساليب العمل والتفكير وعلى الحياة المستقبلية بصفة عامة. فكما تتحمل الحكومات مسؤولية تنظيم البحوث والتحول الرقمي طبقاً لهذه الأخلاقيات، فكذلك تتحمل مؤسسات الفتوى ومفتوها وعلماؤها مسؤولية حماية الفتوى من تسيب وإهمال واضطراب. ففي هذه العجالة سأقوم بالتركيز على النقطتين، وأختتم بتقديم مقترحين اثنين. النقطة الأولى: مجالات جديدة لصناعة الفتوى ومنهجيتها. والنقطة الثانية: تأثير الفتاوى ونطاقها. ستكون هناك أسئلة وقضايا مستجدة تنشأ عن التكنولوجيات الرقمية في العديد من جوانب الحياة، كمجال الطب والاقتصاد وتكنولوجيا الغذاء، وحتى في المسائل المتعلقة بالشعائر الدينية. وأذكر هنا على سبيل المثال مسألة المعاملة باستخدام العملات المستحدثة كبيتكوين، وحكم تناول اللحوم المصنعة lab cultured meat، واستخدام الذكاء الاصطناعي artificial intelligence، والقضايا المتعلقة بها. هذه من القضايا التي سيتم البحث عنها في مبادرة برنامج البحث
في المجتمعات المسلمة الناجحة أو ما يسمى بـ Research Program in Muslim Communities of Success الذي أنشأناه جديداً في المجلس الإسلامي السنغافوري. ومن ناحية المنهجية العلمية للفتوى في العصر الرقمي، لا تقتصر المسائل الأكثر تعقيداً كالتي سبق ذكرها من حيث تحديد حكمه من الحلال والحرام فحسب، بل كل مسألة لها أبعادها المختلفة بل المتشابكة. فلذلك نحتاج إلى فهم دقيق لهذه المسائل ونستوعب جميع جوانبها، ولا يقتصر نظرنا في جانب دون الآخر، لأنه ربما يؤدي النظر في جانب إلى حكم والنظر في جانب آخر إلى حكم مضاد. فكم من الأمور التحسينيات في حكمها الأصل أصبحت من الحاجيات بل أحياناً من الضروريات، وكم من المرجوحات صارت راجحة إذا توسع النظر إلى كافة الجوانب للمسألة. وهذه المنهجية تقتضي التدقيق في فهم الواقع وتصوره، لأن الإسلام وشريعته دين الواقع لا الخيال. ولعل هذا الذي يقصده الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله بالقرائن والأمارات والعلامات في فهم الواقع وفي فهم الواجب للواقع. لا غرو بأن تراثنا الإسلامي الثري يذكرنا بأن الفتوى لابد أن تبنى على الأدلة والنصوص وطرق الاستنباط الصحيحة المعتبرة، ولكن نضيف إلى ذلك ونحن نعيش في العصر الرقمي ونتحدث عنه أن الفتوى لابد أن تبنى أيضا على البيانات أو ما نسميه data-driven fatwas، لكي يتم تصور الواقع ومآلات الأحكام ونطاق تطبيقها تصوراً سليماً شاملاً غير مشوه ولا ملتبس. وإذا كان السلف أجازوا بناء الأحكام على الظنون كما أشار إلى ذلك الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فما بالنا بالحياة التي نعيشها الآن في العصر الرقمي الذي تبنى القرارات على البيانات. فبناء على ذلك أود أن أؤكد في هذه المشاركة بأن البيانات المكتسبة من التكنولوجيات الرقمية أصبحت في وقتنا الحاضر أقرب إلى القطع واليقين، ومن خلالها نستطيع أن ندرك المصالح والمفاسد بدقة. فلذلك أرى بأنه لا حجة لمؤسسات الفتوى إهمال استخدام البيانات والتحقير من شأنها، بل من المفترض أن تقدر الاستنتاجات الصادرة عن البيانات والتكنولوجيات الرقمية تقديراً يليق بمكانتها. والنقطة الثانية تأثير الفتاوى ونطاقها. إن التكنولوجيات الرقمية تعزز الوسائل التي يمكن للمفتين ومؤسسات الفتوى الوصول إلى جمهور المسلمين ومجتمعاتهم بطرق مباشرة. ففي هذا العصر الرقمي نستطيع ذلك من خلال تحليلات وحلول حسابية رقمية معقدة أو ما يعرف بـ Analytics و Algorithms، حيث يقابل اهتمامات الفرد منا وبحوثه في الإنترنت بالفتاوى والإرشادات الدينية الملائمة بموضوع البحث. ونأمل أن تكون الفتاوى والتوجيهات الدينية الصادرة من مؤسسات الفتوى المتصفة بالوسطية في مقدمة القائمة عند بحث وتصفح أي قارئ على الإنترنت، بدلاً من المواقع الأخرى
التي قد تكون لها مصادر مشكوكة أو متطرفة أو لها أجندة سلبية معينة. فيمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تساعدنا على تحقيق ذلك، ولكنها تتطلب الكثير من الجهود والتعاون والموارد والاختصاص في تحليلات وحلول حسابية رقمية معقدة أو في analytics algorithms لتحقيق ذلك. ولعل ما سبق ذكره يمهدنا لأخذ الخطوات العملية الحازمة لتقوية صناعة الفتوى وتعزيزها. ومن هذا المنطلق أود أن أقدم مقترحين اثنين لسادة العلماء الأفاضل في هذا المؤتمر المبارك. المقترح الأول: التعاون فيما بيننا في إنشاء وتنمية قاعدة البيانات المشتركة الشاد ديتابيس للفتاوى والإرشادات الدينية في القضايا المختلفة المبنية على المبادئ والقيم الإسلامية المشتركة كالوسطية والرحمة والسلام والأخوة الإنسانية، بغرض تقديم الإرشادات الدينية السليمة للمجتمعات المسلمة في أرجاء العالم ليسهل لهم الحياة الدينية الملائمة لعصرهم وواقعهم. والمقترح الثاني هو إنشاء مختبرات الفتاوى المشتركة أو شاد فتوى لابس بين مؤسسات الفتوى المترابطة في قضايا المآلات والقضايا المستجدة. وهذه المختبرات الفقهية تقوم بمثابة الفقه الافتراضي في تراثنا الفقهي، بحيث تنتفع بالأساليب التكنولوجية الرقمية في إنشاء الاجتهادات الفقهية. أعتقد أننا جميعا حريصون على أن نمتلك القدرة والمهارة الملائمة لمواجهة التحديات الصعبة والمعقدة. والعصر الرقمي الذي نحن نعيش فيه يفتح لنا آفاقا جديدة وإمكانيات مستجدة. فلنبذل الجهد لنشارك الموارد والخبرات لكي تعز أمتنا وتنحل عقدها وتفوق إنجازاتها في المنصات العالمية، وحتى تكون الرسالة المحمدية رسالة رحمة وعدل ونفع للبشرية جماعة. أرجو من الله القبول، وأشكر دار الإفتاء المصرية مرة أخرى على الدعوة الكريمة، وأدعو الله أن يحفظ لنا وللأمة جميع علمائها الأجلاء ويمتعنا وينفعنا بهم وبعلومهم، والله ولي التوفيق. وأخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.